10 ايام ولا 15 يوم مع نظام فايح يرأسه تبون الخانز تبون الفايح اللي يشم الغبرة. دين الله البلد الوحيد في العالم عنده رئيس يشم الغبرة يا زب، يشم الغبرة يا الرب يشم على الغبرة. والشعب جايح أغلبية العبر البعرة والحمرة يقولك عندنا رئيس وسا كذا وسان وأقوى دولة إقليمية وإحنا دين الرب عرت الشعوب تونس خير منا يا زب، المروك خير منا، المروك يا ربك ولات ماريكان، المروك ولات ماريكان المروك. والجزائر تقول عليها طالبان يا ربك خير منا، طالبان خير منا زب. والله ورب الكعبة غير دين هذا الاستقلال، راهم خرجوا الأبواق تحم يبردعونا في الأغبياء من الشعب في الأغبياء بأن الجزائر تقطع العلاقات مع المغرب وإن المغرب لعدو وإن الجزائر قوية يقيو يقيو القوية الرخص تاعكم. الجزائر ما قوية ما الشعر بهدلتنا في العالم، الجزائر أضعف دولة في العالم، فيها سلاح يسوى زوز ملاير دولار ويقول لك شريناه في 7 مليار دولار، ومن بعد هذاك السلاح يعطيوه البوليزاريو وصحاب البوليزاريو يبيعوه الجماعات الإرهاب الإرهابية البوكو حرام وشمال إفريقيا وفي في في شمال إفريقيا كاملة وفي إفريقيا الوسطى وفي جنوب إفريقيا. نعم إنهم الخونة. الجيش الجزائري هو من يخون الشعب الجزائري والأرض، المليون والنصف مليون شهيد. نعم إنهم الجنرالات الخونة ولاد فرنسا من يخونون الجزائر، يخونون الجزائر باشتراء الصواريخ والطائرات ولا يستطيعون شراء طائرة إطفاء لأنهم يريدون حرق خوتنا القبائل وقتلوا منهم 200 واحد في أكبر عملية إجرامية إحراق منطقة القبائل على رمتها كاملة، حرقوها كامل على جال واش على جال باش يحبسوا الانتفاضة الجزائرية. والله ما يقدروا يحبسوا هذا الحراك، وانايا ونوحد لكم ربي ونشهد لكم بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها شهادتين، وأشهد أن لا إله إلا الله، أن هذا الحراك لن ينتهي وسينتهي إلا بانتهاء الخونة من كبيرهم حتى لصغيرهم، سينتهون هذه الخونة بإذن الله. ماكس دو بارتاج خاوتي، رانا في سينيال كبير، والله رانا في سينيال كبير ماكس دو بارتاج، لأن هذه الفيديوهات توجع الخونة العرايا. والله يا خاوتي المغاربة من هذا المنبر نقول خاوتي المغاربة والله أنتم أخوتنا، والله أنتم أخوتنا، والشعب الجزائري وطالب الفئة الغبية والله يحشيكم المعامرة هذا ولا الزمام لا هذا راه يحشي لكم برك. وقتاش يقطع العلاقات مع المغرب؟ والعلاقات راهي مقطوعة من 1994. كيف يحشيو لك يا بغل يا أنيمال؟ كيفاش تخلي عمامرة بطار بدون مستوى؟ العمامرة ما كان عنده حتى ورقة باللي قرأ في مدرسة، العمامرة ما عنده حتى ورقة باللي إنسان قرأ في مدرسة ولا عنده شهادة، عنده شهادة واحدة اللي عطوها له الجنرالات المرخص، هي شهادة الرخص والطحين والإذلال، والإذلال أمام الأمم والإذلال أمام الصليبيين والإذلال أمام اليهود والنصارى واللي خلي كسبوا ولا تركوا كان وتشينيز الجنرالات تاع الجزائر عندهم شهادات رخص عندهم شهادات تاع خيانة. الخاين الخوه خونة حقيقيين، خانوا الشعب الجزائري، خانوا الثورة التي قادها الجزائريون في الخمسينات وفي الست
في الستينات الأخيرة، هذه إلا جزء من الثورة التي خاضها الجزائريون منذ 1830 حتى 1962. والله العلي العظيم يا هذا النظام راه يتخبط كتخبط الكلب المجراب في واد، في واد الزيغو حشاكم، في واد الخراع حشاكم، أكراكم وكرمكم الله. كيما يلقاو بها وين، والجرائم تاعهم كبرت والفوحة تاعهم طلعت. خوا خوا، نعم الجزائريين خوا خوا، مدنية ماشي عسكرية بإذن الله. وستكون ستقوم الدولة المدنية بإذن الله، ستقوم الدولة المدنية بإذن الله. خاوتي العمام راه حاب يحشيها لكم بأنهم قطعوا العلاقات مع المغرب، وما هو إلا هو ضرب الأعين بالرماد باش يخليك تايه وماكش فاهم فيها والو. نعم إن الـ إن الـ إن النظام الجزائري لقوي، نعم إن النظام الجزائري قطع العلاقات مع المغرب، نعم إنه لا أقوى نظام، وما هو إلا نظام تشفش خاوتي، نظام تشفش. أقسم بالله يا هذا النظام أرخص منه في العالم لا يوجد. قتلوا الجزائريين بمئات الآلاف في التسعينات، لما دارتها حتى دولة، لما دارتها حتى دولة، دارتها من وراء تعلم من عندهم بشار الأسد، وقتلهم، ومش حتى هو اللي قتلهم، قتلوهم الروس، دخلوا الروس وقتلوا الملايين من السوريين. أما مئات الآلاف الجزائريين قتلوهم الجنرالات الذين يحكمون البلاد اليوم، إنهم الجنرالات الذين يحكمون البلاد اليوم، متهمون الأولون بقتل الجزائريين بمئات الآلاف في الخمسينات، في التسعينات، آسف في التسعينات. من قتل الجزائريين هم الجنرالات، وفي 2001 قتلوا خاوتنا القبائل، واليوم زادوا قتلوا حرقا حرقا ماشي بالكرطوش، قتلوهم عدد، والعدد لم يكن 126 و126 كما في 2001، بل أكثر بكثير، هم 180 أم 200 واحد. من يقتص من هذا النظام الكلب وهذه الفوايوات اللي حرقوا منطقة القبائل، البنات هذوك اللي تحرقوا قدام أعين الناس، من يقتص منهم؟ ها وجمال قتلوهما، داو عربي منطقة القبائل وقتلوه، وقال لكم القبائل قتلوا عربي، ها ويريدون البعرية والحمر، يريدون الكاساس، يريدون الكاساس، لمن قتل جمال؟ من الكاساس؟ من الذي قتل جمال؟ وميتين واحد اللي ماتت حرقا حديثا، شكون اللي حرقهم؟ شكون اللي حرقهم يا بابا؟ شكون اللي حرقهم؟ ماشي المخابرات الإرهابية اللي قتلت مئات الآلاف في التسعينات، وقتلت 126 قبائلي، وقتلت 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 وقتلت، واليوم حرقا ما يقارب 200 واحد، وأكثر من 37 جندي والجنود الأخرين ساكتين ذلال خايفين. حاكم الكلاش خايف مسكين، خاوته ماتوا حرقا ولم ينقذهم أحد، ماشي ماتوا حرقا لأنهم ذهبوا كي ينقذون لكي يطفئون النار، كانت النار دايرة بهم في مراكز حراسة وحرقتهم أحياء. نعم حرقتهم حرقا وهم أحياء، والجنود ما يقارب 500,000 جندي كلمة ما قالوهاش، كلمة ما قالوهاش، ما صرات حتى في بلاد هذه، تصرى غير في الجزائر أخويا، أقوى دولة في المنطقة، وعندها أقوى منظمة صحية، وعندها أقوى جيش عربي، وهي ما هي إلا تشفش، ما كاين والو، ما كاين والو، تشفش يا خالتي، والله مجرد تشفش، راهم يغطيو لكم في عينيكم باش ينسيوكم في القضية تاع القبائل اللي حرقوهم بالنار، وخونا عبد الله اللي هبطوه ظلما لأنه كان يفضح الكلاب اللي زيهم اللي في الجرائم متراكمة، جرائم فوق جرائم، جرائم فوق جرائم، وآخرتها الإجرام اللي ارتكبته الجزائر مع إسبانيا الكلبة. إسبانيا كلبة، إسبانيا لنا حديث معك يا إسبانيا، الجالية الجزائرية لها حديث مع إسبانيا. بالنسبة لخونا
سامحوني آسف بالنسبة لخونا محمد عبد الله اللي هبطتوه بطريقة غير قانونية. أقسم بالله العلي العظيم صرا لكم كيما الطليان اللي هبطت الإمام هذاك المصر وصرا فيها التير. هكذاك راح الجالية دير لكم مهما كان. على بالي باللي الجالية الجزائرية ما عندهاش لوبي، ما عندهاش لوبي قوي في العالم، ولكن الجالية فيها رجال يبولوا الدم، فيها رجال يهبطوا لكم السراو. Audio Jungle.